بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه آمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى من سورة التوبة، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال: من ذنوبهم التي أصابوا. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وصل عليهم، قال: استغفر لهم من ذنوبهم التي أصابوها. إن صلاتك سكن لهم، قال: رحمة لهم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله: وصل عليهم، يقول: أدع لهم، إن صلاتك سكن لهم، قال: استغفارك يسكن قلوبهم ويطمن لهم. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، فأتى أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سكن لهم، قال: أمن لهم، أي من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له امرأتي: يا رسول الله، صل علي وعلى زوجي. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وأخرج ابن أبي شيبة عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت رضي الله عنه وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسئل عنه فقالوا: فلانا، فعرفها. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقال: فلانة، فعرفها. فقال: أفلا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا فكرهنا أن نؤذيك. فقال: لا تفعلوا، ما مات منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. وأخرج الباردي في معرفة الصحابة وابن مردوية عن دلس من الدوسي قال: قلنا لبشير بن الخصاصية: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: إذا جاءوكم
فاجمعوها ثم امروهم فليصلوا عليكم. ثم تلا هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: قال الآخرون: هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم. فأنزل الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده الآية. وأخرج عبد الرزاق والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. قال: وهو يضعها في يد السائل. قال ثم قرأ: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وأخرج عبد الرزاق والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما تصدق أحد رجل بصدقة إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. قال: وهو يضعها في يد السائل. ثم قرأ: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: ويأخذ الصدقات، قال: إن الله هو يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها بيمينه. وإن الرجل ليصدق بمثل اللقمة فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو مهرة فتربو في كف الله حتى تكون مثل أحد. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يتصدق بصدقة طيبة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى السماء إلا طيب، فيضعها في حق إلا كانت كأنما يضعها في يد الرحمن، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، حتى إن اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل الجبل العظيم، وتصديق ذلك في كتاب الله العظيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وأخرج الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، فإن أحدكم يعطي اللقمة أو الشيء فتقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم تلا هذه الآية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي أحدكم مهرة
أو فصيله فيوفيها إياه يوم القيامة. قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد رحمه الله في قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قال: هذا وعيد من الله عز وجل، أي تهديد. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية عن سلمة بن الأكوع قال: مر بجنازة فأثني عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها فقال: وجبت. فسئل عن ذلك فقال: إن الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، فما شهدتم عليه من شيء وجب. وذلك قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجم القراء الذين طعنوا على عثمان، فقالوا قولا لا نحسن مثله، وقرأوا قراءة لا نقرأ مثلها، وصلوا صلاة لا نصلي مثلها. فلما تذكرت إذن والله ما يقاربون عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعجبك حسن قول امرئ منهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد، أي يجعلونك خفيفا. وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبياقي في الشعب وابن أبي الدنيا في الإخلاص والضياء في المختارة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان، والله أعلم. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: وآخرون مرجون لأمر الله، قال: هم الثلاثة الذين خلفوا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: وآخرون مرجون لأمر الله، قال هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك من الأوس والخزرج. وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب أن أبا لبابة رضي الله عنه أشار إلى بني قريظة بإصبعه أنه الذبح، فقال: خنت الله ورسوله. فنزلت: لا تخونوا الله والرسول
وتخونوا أماناتكم ونزلت وآخرون مرجون لأمر الله فكان ممن تاب الله عليه. اللهم تب علينا يا تواب واهدنا بهداك وارحمنا برحمتك. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله إما يعذبهم، يقول يميتهم على معصيته، نسأل الله السلامة، نعوذ بوجه الله العظيم، وإما يتوب عليهم فأرجى أمرهم ثم نسخها فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية والبياقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قالهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجنده من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة فأنزل الله فيه لا تقم فيه أبدا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم يخدج جد عبد الله بن حنيف ووديع بن حزام ومجمع بن جارية الأنصاري فبنوا مسجد النفاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدع ويلك يا يخدع ما أردت إلا ما أرى. قال يا رسول الله والله ما أردت إلا الحسنى وهو كاذب. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعذره فأنزل الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يعني رجلا يقال له أبو عامر كان محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد انطلق إلى هرقل وكانوا يرصدون إذا قدم أبو عامر أن يصلي فيه وكان قد خرج من المدينة محاربا لله ولرسوله. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال ذكر أن بني عمرو بن عوف ابتنوا مسجدا فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فيصلي في مسجدهم فأتاهم فصلى فيه. فلما رأوا ذلك إخوتهم بنو غنم بن عوف أو بني غنم بن عوف حسدوهم فقالوا نبني نحن أيضا مسجدا كما بنى إخواننا فنرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ولعل أبا عامر أن يمر بنا فيصلي فيه. فبنوا مسجدا
فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فيصلي في مسجدهم كما صلى في مسجد إخوتهم. فلما جاء الرسول قام ليأتيهم أو هم ليأتيهم، فأنزل الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، إلى آخر الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: والذين اتخذوا مسجدا، قال المنافقون، وفي قوله: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، قال لأبي عامر الراهب. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا بقباء، فعارضه المنافقون بآخر، ثم بعثوا إليه ليصلي فيه، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأخرج ابن إسحاق وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم، فقال مالك لعاصم: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل على أهله فأخذ سعفات من نار، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله، فحرقوه وهدموه. وخرج أهله فتفرقوا عنه، فأنزل الله في شأن المسجد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى قوله: عليم حكيم. وأخرج ابن إسحاق وابن مردوية عن أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري، وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان بنى مسجد الضرار، فأتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي وأخاه عاصم بن عدي أحد بني عجلة، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه وأحرقاه. فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان وفيه أهله، فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. وفيهم نزل من القرآن ما نزل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى آخر القصة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رحمه الله
في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال هم ناس من الأنصار ابتنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، بلغنا أنه أول مسجد بني في الإسلام. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن إسحاق رضي الله عنه قال كان الذين بنوا مسجد الضرار 12 رجلا جذام بن خالد بن عبيد بن زيد وثعلبة بن حاطب وهزال بن أمية ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأزعر وعباد بن حنيف وجارية بن عامر وأبناء مجمع وزيد ونبتل بن الحارث ويخدع بن عثمان ووديعة بن ثابت. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال ضاروا أهل قباء وتفريقا بين المؤمنين، قال فإن أهل قباء كانوا يصلون في مسجد قباء كلهم، فلما بني ذلك أقصر عن مسجد قباء من كان يحضره وصلوا فيه ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، فحلفوا ما أرادوا به إلا الخير. أما قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية والبياقي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختلف رجلان، رجل من بني خضرة وفي لفظ تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري هو مسجد قباء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك خير كثير يعني مسجد قباء. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار في أخبار المدينة وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم في الكنى وابن مردوية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال هو مسجدي هذا. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردوية والخطيب والضياء في المختارة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا. وأخرج الطبراني والضياء المقدسي في المختارة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.